أقف عند تعريف ما يسمى بالاستعمار. معرفة هذه المصطلحات ودلالاتها مهم للمفكر أو للذي يريد أن يستنير في معرفة الواقع. فجاء في الموسوعة السياسية تعريف الاستعمار الجديد: هو فرض السيطرة الأجنبية سياسياً واقتصادياً وثقافياً على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها وسيادتها ودون اعتماد أساليب الاستعمار التقليدية وأهمها الاحتلال العسكري. ويطلق على هذا الأسلوب الاستعماري اسم الإمبريالية الجديدة. وهذا الاستعمار الجديد يستخدم في تحقيق أغراضه وسائل خاصة لتحاشي المعارضة الشعبية العلنية أو معارضة الرأي العام العالمي، ومن ذلك عقد الاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة وتكبيل الدولة النامية بشروط تحد من حريتها واستغلال المشاكل الاقتصادية والإدارية للدولة الحديثة الاستقلال للتدخل في شؤونها والضغط عليها من خلال المعونات والقروض المشروطة وإقامة القواعد العسكرية وإثارة الاضطرابات الداخلية والانقسامات الطائفية والإقليمية والعرقية في الدولة المذكورة لإخضاعها للسيطرة الأجنبية، وتشجيع الأقليات التي تتمتع بامتياز ثقافي واقتصادي على استيلاء هذه الأقليات على السلطة وممارسة سياسة التمييز العنصري، فضلاً عن استخدام المنظمات الدولية التي تلعب الدول الكبرى من خلالها دوراً رئيسياً في الضغط على الدول النامية وتوجيه سياستها. هذا هو تعريف الاستعمار في موسوعة السياسة، وهي موسوعة عالمية مشهورة تتكون من 7 مجلدات متعارف عليها، رسمية معترف بها. فهل يعي اليوم المسلم وهو يعيش في هذه الدول ماذا يراد منه؟ هل هذا الاستعمار الثقافي أو الغزو الفكري أو ما يسمى بالاستعمار الجديد قد ناله ووصله، أم أنه هو بعيد عن هذا الأمر؟ هل يعي عندما يسمع عن القرارات التي تصله عبر الأثير أن هذه القرارات هي لمصلحة دينه وثقافته وهويته، أم أنها قد لُيَّت أعناقها لأجل الخلاص من هوية المسلم وثقافته والتخلص منه؟ يقول أحد هؤلاء وهو جورج بوش الأب في كتابه عن حياة محمد: ما لم يتم تدمير إمبراطورية الستارزن، ويقصد به المسلمين، يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم. إن الله اصطفى الأمة الأمريكية من بين كل الأمم والشعوب وفضلها عليهم وجعلها شعبه المختار، وذلك من أجل قيادة العالم وتخليصه من شروره. يا ترى تخليص العالم من شروره بقتل الأبرياء؟ تخليص العالم من شروره بتغيير شعب بشعب؟ أم تخليص العالم من شروره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم دمه وماله وعرضه. هكذا تخليص العالم من الشرور بالإسلام الحنيف. يتخلص العالم من الشعور عندما فتح المسلمون أصقاع الأرض ونشروا فيها السلام ونشروا فيها الأمان. لم يطلبوا منهم أن يأكلوا أموالهم ولا أن يستغلوا ثرواتهم ولا أن يتصرفوا في هوياتهم وثقافاتهم، وإنما دعوهم لأجل مصلحتهم في الدنيا ومصلحتهم في الآخرة. أولئك هم المسلمون الذين أراد الله سبحانه وتعالى لهم العزة وأراد لهم الانتماء إلى الدين الحنيف الخالص لله سبحانه وتعالى.
يقول سيناتور هارت بنتون في خطاب أمام مجلس الشيوخ في عام 1846: إن قدر أمريكا الأبدي هو الغزو والتوسع، إنها مثل عصا هارون التي صارت أفعى وابتلعت كل الحبال، هكذا ستغزو أمريكا الأراضي وتضمها إليها أرضاً بعد أرض، ذلك هو قدرها المتجلي. ولذلك نعود إلى التعريف الذي ذكر فيه قضية إقامة القواعد العسكرية وما يراد منها، قضية الاتفاقيات الثنائية التي تكون بين الدول، كيف يتصرف المسلم، كيف يعيش المسلم في وطنه وهو يفرح بمثل هذه الأشياء. عندما تموت الإمبراطورية أو الملكة ويفرح بعض المسلمين، ألا يدل ذلك على ضحالة الفكر؟ ويدل دلالة واضحة على أن أصبح الغزو الفكري متغلغلاً في عقول المسلمين، عندما يحب المقتول قاتله، عندما يتوجه ذلك الذي يسلب ثرواته بأن يحب السالب، عندما يتوجه ذلك الذي عاش في تلك المؤامرات حتى يصبح فرداً ولاؤه وانتماؤه لأولئك الذين لا يدينون بدين الإسلام.